الحمد لله اجت على خير، اجت على خير، لان روسيا اعلنت النهارده بدء سحب جزئي للقوات العسكريه بتاعتها من على الحدود الاوكرانيه. واللي مش متابع الحدوته دي عايز اقول لكم ان العالم كان بيستعد لازمه كبيره للغايه في الايام الماضيه. بوتين كان طبعا حضراتكم عارفين ان هو اخد جزء من اوكرانيا، والكلام ده بقاله فتره طويله عده سنوات، ولكن التحركات اللي حصلت في الاونه الاخيره للقوات العسكريه الروسيه بكثافه على الحدود والاقتراب من اوكرانيا دي اقلقت العالم كله. ووصلت مرحله الاستعدادات ان خلاص خلال يوم هيغزو اوكرانيا، والفيديوهات اللي كانت طالعه من على الحدود والشعب الاوكراني بيستعد للحرب والناس ترجع الى العاصمه والشباب بيطلع علشان يدافع وبيعملوا متاريس عند القرى ومستعدين، حدوته كبيره جدا جدا وتهديدات مختلفه ومتبادله. والولايات المتحده الامريكيه مع موسكو والتصريحات الناريه اللي كانت بين الطرفين كان العالم كله بيتابعها وايده على قلبه. المنطقة دي طول عمرها، المنطقة دي في أوروبا دي طول عمرها سبب الحرب العالمية الأولى، ثم سبب الحرب العالمية الثانية، ثم خرج منها الناس كانت متوقعة أن لو روسيا عملت الحركة دي والناتو تدخل علشان يحمي أوكرانيا هتبقى في أزمة كبيرة جدا. خليني أفكركم بس سريعا قوي، خدوا بالكم من حاجة مهمة. روسيا همها الأول والأساسي أن أوكرانيا لا تنضم إلى حلف الناتو، لان لو اوكرانيا انضمت الى حلف الناتو واوكرانيا عندها الغاز وعندها الموارد الطبيعيه كثيره جدا تحتاجها اوروبا، ثم ان روسيا بتبص لها على ان هي امتداد طبيعي بتوصلها للبحر وحدوته كده كبيره شويه سياسيا، فبالتالي هيكون ليها غطاء كبير جدا من الحمايه ودعم رهيب جدا جدا جدا، وده مش متوفر عند مناطق اخرى في اوروبا والاتحاد السوفيتي السابق اللي هي انفصلت واصبحت دول لوحدها، وبالتالي هي مش عايزه ان الناتو يبدا في التوسع فتبدا هي في الانحصار. وده من احد الاسباب اللي بتخليها دايما عينها على اوكرانيا وعينها على اي تحركات، وبتحذر من انضمام اوكرانيا لاي جهه اخرى علشان ما يبقاش في الخلفيه بتاعتها، او زي ما احنا بنقول كده في الجنينه الخلفيه بتاعتي يخش لي الناتو ويقعد لي بقى في اوكرانيا وينشروا اسلحه وينشروا كذا وينشروا كذا. الذي حدث ان هناك تحركات كثيره جدا في الايام الماضيه، مباحثات واتصالات مكثفه، ولو تشوفوا بوتين ادار هذه الازمه ازاي هتعرفوا قد ايه هو يشعر بهذه القوه الكبيرة. طيب الاتحاد السوفيتي عشان يسحب قال ايه؟ خرج وزير الخارجية وقال يا جماعة احنا بنسحب عادي جدا، لان احنا قلنا قبل كده متحدث باسم الكرملين خرج قال احنا دايما بنقول ان احنا هنسحب القوات بعد انتهاء التدريبات اللي كنا بنعملها، وبالفعل بدأنا نسحب بعض القوات بتاعتنا لان ده التوقيت بتاعنا احنا، واحنا اللي قررنا واحنا اللي كان عندنا الميعاد بتاع سحب القوات دي من اماكنها بعد ما خلصنا تدريباتنا العسكرية. على الجانب الآخر خرجت أوكرانيا وخرج وزير خارجية أوكرانيا وبيتحدث أيضا إلى العالم وبيقول أن التحركات الأوكرانية في الفترة اللي فاتت دي هي اللي خلت الأصدقاء، وهو يقصد بهذا الدول الأوروبية والغرب وأمريكا وغيرها، أن هم يمارسوا بعض الضغوط التي أدت إلى القرار الروسي بانسحاب القوات وعدم غزو أوكرانيا. هل القضية كده خلصت؟ أنا لا أعتقد أن القضية دي خلصت خالص، احنا لسه هنشوف فيها فصول أخرى كثيرة في الفترات القادمة. ليه؟ لأنها قضية معلقة ومرهونة بأن طرف من الأطراف يشعر بالأمان التام، وده عمره ما هيحصل طول ما هم متجاورين، وعمر هذا الجوار ما هينفصل.